اليوم بدي اورجيكم جيم اسمها كاتانا زيرو. كاتانا زيرو هي اقرب شيء ممكن لكم اياه هي هوت لاين ميامي، بس بدل ما انا من فوق من على جنب. خليني اورجيكم شو فكره الجيم. حاعمل كونتينيو وروح على، طبعا انا خلصت الجيم وراح اورجيكم مرحله من المراحل. حاشوف ليفل 2، ما بدي بعيد كثير. فكره الجيم انه انت بدك تروح وتعمل، بدك تقتل واحد، يعني انت فعليا شغال عند هذا البروفيسور، شايفينه هذا اللي بالصوره. هذا هو اللي بيعطيك، انت بتروح لعنده بيعطيك دواء مقابل الدواء، انك انت مدمن على هذا الدواء، بيخليك تروح تقتل عالم. تمام. الفكره وين؟ في قصه هون، والقصه جيده ماشي حالها يعني. بس هحكي شيء على موضوع القصه بس بعد شوي. هذا ليفل 2، فانت بتيجي تختار هون وين بدك تبلش. هقول هون المشكله بالستوري هو هذا الشيء اللي حتشوفه هلا. طبعا هو اعطاني هذا الملف، الملف في هذا الشخص بيقول لك عمره 65 كذا، والاشياء اللي مكتوبه عنه، وليش احنا بدنا اياه يموت. طبعا هن بيقول لك قصه، وفي قصه تاني. القصه متعوب عليها الصراحه، بس فيها مشكله هلا بحكي لكم اياها بعدين. طبعا هذا انت اللي لابس الرداء هاد او معه الكتانا، بدي يفوت هلا على الاوتيل واقتل الزلمة. طبعا تحت شايفين هذا الخط، hello there can I help you، فيك عندك ثلاث خيارات. يا اما بتكبس الاحمر وبتقول له خرسي وسكتي وهلا بدي انا احكي، يا اما بيعطيك خيارات تختار. Oh, I love anime. Who are you supposed to be? Pikachu, obviously Shinjo Kamura from XVX, Sakura Redux 2. اوكي خير، حط هذا الشيء. Cool, never heard of it. What's it about? Spinning tops in a battle arena. Children's card game in a cyberpunk dystopia. اوكي حط هاي. Oh, I love card games and cyber dystopias. Is it on Webflix؟ يعني بدل Netflix. Sure. Why not? Okay, nice. I can't wait to watch it. Maybe we can watch it together sometimes. ممكن إلا سكتي. Yeah, thanks. هلا لو عملت لو عملت شيء تاني اللي هو هلا حفرجيكم اياه. اعمل مين منيو وراح ارجع فوت مره ثانيه وارجيكم شو بتفرق القصه. طبعا هي ما كثير بتغير بالجيم، بس اتس اكشلي انترستينج بطريقه ما. هو انه فيك تكون واحد رايق هيك ومخمخ، او تكون واحد حيوان. فانا حارجع فوت مره ثانيه واعملكم بس هذا المقطع، بعدين حورجيكم الجيم مشان اورجيكم كيف القصه. بس هلا المشكله الاساسيه بالجيم هي شغله القصه، هي انه كثير بطيء هو اللي يمشي والحكي، وفي كثير هون مثلا عم اقول له سكتي يلا بسرعه سكتي. هلا ها بلش تعصب، وبعدين بتقول له يلا حل عني. That's it, I don't need this, get out of my face. فانا طنشت وحامشي. طبعا هذا اذا انت حابب تكون سريع، هذا حلو. بس مشكلته انه هي المقاطع في منها كثير، وبصراحه بتوقفك عن الجيم. والمشكله انه الجيم بلاي كثير حلو، فانت بتصير بتعصب. الميوزك شيء رائع. طبعا الفكره انه هذا الدواء اللي بتاخده انت بيعطيك ابيليتي انك توقف الزمن او تصير تشوف الزمن لقدام. طبعا هذا قتلته. بوس دراجون هيز هير. ريز الارم. Yeah, that should work. طبعا هون بورجيك القطعه هي اللي انت عملتها، بيرجع لك اياها بالزمن لورا. طبعا هون انا قاعد ناطر، خليك من هي، بورجيكم شغله اسرع. وفي عندك اللي هو الاكشنز. طبعا هون بورجيك اياها كلها من اولها لاخرها. طبعا هلا حتى لو عملت انت سلو داون حيورجيك الحركات اللي انت عملتها. تمام. فهلا مثلا هون اخذ انا هاي، هذا شلفته بهاي، هذا شلفته بهاي. في شيء غلط شيله من هون؟ لا ما مشكله. هذا خالص برجع. طبعا هذا كله بدون سلو داون. هلا اللي ممكن اعمله انا
اي هو دوين ان فايت طبعا بورجيك هون القصص تبع العالم اللي عم تصير. طبعا انا ذا دراجون هلا هذا اجى ضربني رصاصه. هلا شو ممكن اعمل انا؟ اي ورجيكم اياها هيك ها. قتلني. فالفكره انه انا بما اني عم ارجع الزمن ضربته بزياده، فهو بيورجيك انه هو بيشوف المستقبل وبيعمل خطه انه شلون حيضربه. فهنا عاملينها هيك انه بدل الاعاده ان هي هلا بيورجيكم شغله حلوه بالرصاصه بس لي زمان ملحقان الجيم. بس يطلع تمام، فيك تضرب رصاصة ترجعها. قلت لك دوج، فيك تعمل هيك. يب هلا شوفوا، لاحظوا هلا لما ارجع عيدها كل السلونس بيروح، فبيورجيك كأنك تصير تحس حالك انك انت نينجا فظيع. هي شفتها انا قبل هيك ب بهي شو اسمها كانت سوبر هارد تقريبا نفس الشيء. قاعد ضربني هون. اي هذا هيك خالص. شو كنت لازم اعمل؟ ايه هاي بعمل هيك عشان اطلع منها. افا ها تعال قرب على الباب، قرب على الباب، قرب على الباب. ايوه اوه كمان ليه؟ اوه ماي جاد. هلا طبيعي كثير انك تخسر كثير فيها. بس يعني المفروض اني اعمل احسن من هيك. بيرجع بعد لك اياها كلها وهكذا. شوي شوي بقى بورجيك شو الاحداث اللي عم بتصير وانك افا هذا خالص. هذا باب تدو ما شفته. وين طلع هاد؟ المهم فهمتوا فكرة الجيم. هي هطلع ميامي مع بس من جنب. زين هذا خالص، هذا خالص.
اها تبا لكم زي المرة الثانية. بدك توقت كل شيء مظبوط. هلا لحظة لازم ركز انا عن جد، بيورجيكم انه انا بتذكر هذا المكان مو بعيد كثير عن النهاية. طب هذا خالص هيك وهذا خالص هيك وهذا خالص هيك. هذا خالص هيك وهذا البوس. فهلا بدي اقتل البوس تمام؟ عادة اللي بصير انه تقتل البوس كلهم. انا هلا على اساس اني غاضب وسريع ومدري شو. ستيج كلير بنرجع. هلا الفكرة انه بدك ترجع تطلع من نو anyway فهمتوا الفكرة تبع الجيم. بدك توقت الضربات تبعك. الجيم كتير حلو بس مثل ما قلتلكم كجيم بلاي كتير فظيع. بس مشكلتها هلا طبعا انا بلعب على السويتش على فكرة مشان هيك اي واي وهالقصص هيك. بس مشكلتها الاساسية هي الستوري، مع انه الستوري فظيعة بس بتمطمط. كتير فيها كات سينز. الزلمة اللي عاملها حابب يورجيكم القصة تبعه بس شوي اخذها شوي زيادة. فبتوقع انه طبعا هون في تايمر فوق بيخلص. توقعوا انه الجيم تبعكم تطوي اوكي. طبعا غير انه صعبة هالقصص هي. هلا انا عادة لما بتشوفوا لما بلعب جيمز وانا عم بحكي بصير بفوت بالحيط، فحتى ركز ما بدي احكي بالحلقة. كتير صعب تحكي وتلعب بنفس الوقت تمام. خاصة لعبة مثل هاي بدها تركيز. اها يلا راح شرفني بالحكي. مهم هاي هي كاتانا زيرو. لعبة كتير ممتازة بس بدك تطول بالك شوي على ستوري، انه شوي بتمطمط وبتاخد وقت من الجيم بلاي. لو كان الجيم بلاي لو كان الستوري جوا الجيم بلاي كان احسن شوي. مهم ايه وفيها هيك مؤامرات قصص زي. مهم لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعيل الجرس ونشوفكم بعدين.